كثيرا ما وجدت العائلات العاصمية صعوبة التنقل خاصة في سهرات الليلية لشهر رمضان، لتجد اليوم متر الجزائر الذي يحضر ككل سنة منذ بدايته ليستجيب للطلب الكبير خلال الشهر الفضيل بتمديد الأوقات واحتفالات داخل أروقة هياكله. واحد جمليحة هنا يساعدنا وما دابينا يساعدنا حتى السحور قاعد خاطرنا أنا حطوا نسهروا ونعاودوا نولوا وحتى الباب الواد ما نجوا نلحقونا نولوا بعلك لونديس. واحد جمليحة على كل حال يساعدنا إن شاء الله يزيد يسهلونا السحور قاعد. المترو حاجة مليحة يساعد الناس الناس في الطريق ويقعد في الليل الوحدة للزوز تاع الليل. لي جان قدايا الشيوخ العجايز كبار وصغار حاجة مليحة يساعدنا يا اخو كما نقولوا باش نتنقلوا. مترو الجزائر الذي يعرف اقبالا كبيرا للمواطنين خلال الشهر الكريم اكثر من اي وقت مضى، حضرت له مؤسسة مترو الجزائر بجميع الوسائل المادية والبشرية حيث جندت كل الطاقم اضافة الى تزيين عرباته على غرار الايام الاخرى. Par rapport au mois de Ramadan, les horaires d'exploitation sont de 7h du matin à 1h30 du matin, donc on a prolongé le service. C'est un service qui est continu, il n'y a pas de rupture pendant l'heure du ftour. Au début, on commence avec 5 minutes d'intervalle entre deux rames et ensuite, pendant le ftour, on passe à 15 minutes d'intervalle. Et on reprend juste après, avec 5 minutes d'intervalle, jusqu'à 1h30 du matin. Ensuite, il y a un autre programme qui est au niveau de la station Tafoura Grande Poste, tous les jeudis et vendredis. Donc, comme vous voyez derrière, nous avons pelliculé des rames aux couleurs de Ramadan et nous avons des animations au niveau de la station Tafoura. تكريس ثقافة وسائل النقل العمومي في ذهنية المواطن الجزائري خاصة مع السهرات الليلية في شهر رمضان وفصل الاصطياف والتي تعرف فيها الشوارع اكتظاظا كبيرا للمواطنين من بين الأهداف التي سطرتها مؤسسة مترو الجزائر إرضاء للعائلات بخدمات وجو ملائم.